أهلا بكم إلى جولة في الصحافة المحلية والدولية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة المحلية، حيث كتبت صحيفة القدس على صفحتها الأولى العناوين التالية: الإعلان عن مناقصة استيطانية وطرح مخطط بناء 1800 وحدة للاعتراض، وإعلان يشرع موقعا عشوائيا، نشطاء يقيمون قرية دير حجلة في الأغوار الشمالية، وإصابة نحو 20 شابا في مواجهات قرب الجلزون، واشنطن تنفي وجود مسار آخر للمباحثات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أمريكية. معريف تقول: كيري بحث مع نتنياهو إمكانية بقاء آلاف المستوطنين تحت السيادة الفلسطينية. إدخال مساعدات إلى مخيم اليرموك لليوم الثاني على التوالي. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت: تصعيد احتلالي، عشرات الجرحى في مواجهات بمخيم الجلزون، وقصف على غزة، مئات النشطاء يحيون قرية عين حجلة رفضا لتهويد الأغوار، أمريكا تأمل بالتوصل لاتفاق إطار خلال أسابيع وتسوية دائمة نهاية العام، إسرائيل تحاول تفادي حملة مقاطعة منتجات المستوطنات خشية عقوبات الاتحاد الأوروبي، الأمل في نجاح عملية السلام تبخر منذ توقيع أوسلو. ونطالع في صحيفة الأيام: عشرات الإصابات في مواجهات عنيفة مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة، خطة كيري سيطرة أمنية إسرائيلية على الأغوار، يهودية إسرائيل وتقديم تعويضات للاجئين اليهود، الرئيس يترأس اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، إصابة 7 مواطنين بينهم 3 أطفال في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على أهداف في القطاع، إسرائيل تسعى لإحباط حملة مقاطعات منتجات المستوطنات خشية عقوبات الاتحاد الأوروبي. إلى الصحافة الدولية، حيث كتبت صحيفة الشرق الأوسط السعودية: اتهام دمشق بعرقلة جنيف، والإبراهيم يرى 10 نقاط مشتركة، القوى الدولية تبحث في ميونخ اليوم دعم جهود كيري في اتفاق السلام، مقتل 40 من داعش وحرق آلياتهم في محيط الفلوجة، موسكو تهون من تأخير تسليم الكيماوي السوري، ومصر تبدأ رحلة البحث عن منافس للسيسي في الانتخابات الرئاسية. أخيرا مع صحيفة الحياة اللندنية: انتهاء الجولة الأولى من جنيف 2 من دون إنقاذ سوري 1، السعودية تبدأ اليوم بتطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، داعش يقصف مطار بغداد لتخفيف الضغط عنه في الأنبار، ومصر ضربات موجعة للإرهاب في سيناء مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة، قتيل وعشرة جرحى بقصف سوري، وقهوجي إلى الرياض لبحث المساعدات. ختام أقوال الصحافة، أجمل تحية، وأترككم مع الرسوم الكاريكاتيرية.